بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف بقى 70. 70 ده الباور هنا، البوت دايما كان بيقول عند ايه، واللي بيخرج عند بي. لو انا بصيت عند ايه من القوة الكبيرة ال 300، يبقى اذا ده هنا التايت الطرف المشدود وهنا الطرف المرخي، معناه ان في تورك بيبدا من 300 يروح لل 50، يبقى في تورك كده. التورك ده مع عقارب الساعة يوم يجي لي عند البي عكسه، عشان يبقى فيه اتزان اكويليبريم للتورك، يبقى يمشي عكس عقارب الساعه، لان ده مع، انا رسمته هو عكس، رسمت عكس في اتجاه مين؟ قال لي ده هو مضاد لتي 2 وفي اتجاه تي 1، معناه ان تي 1 هو اللي تايت وتي 2 هو اللي لوز، يعني تي 1 هو الكبير. هو بيقول لي في راس المساله ان تي 2 اللي هو اللوز بيمثل 15% من التايت. اهو بص كده، لو اصل المساله فين هنا اللي انت بتطلع عليه اهي، اهو يقول لي افترض ان في البيلت تنشن اللي هو في اللوز سايد عند بي، الجزء اللوز اللي هو الاقل يعني، هيكون 15% من التايت سايد اللي هو عند بي برضه. قام تاني نازل اهو، وانا عرفت مين التايت ومين اللوز ليه، من اتجاه الدوران ده بيلف اهو في نفس اتجاه تي 1، يبقى تي 1 هو الكبير اكبر من تي 2، يبقى اذا التي 2 هو اللي بيساوي 15% من تي 1. فهو اول مطلوب كان طالبه طلع لي قيم الشد اللي هو تي 1 وتي 2، اهو انا قايل له برضه اهو تعالى ناخد مومنت تورك، تورك حوالين محور اكس يساوي صفر، واللي يمشي عكس عقارب الساعه موجب. بجيبه ازاي؟ باخد القوتين الكبير ناقص الصغير اللي هو 300 ناقص 50 في نص قطر البولي. البولي دي كلها قطرها كاتب اهو 8، يبقى نصها في 4 دوت ماشي مع عقارب الساعه، اديت له اشاره سالب اهو، والتاني هو اللي ماشي عكس اديت له موجب. الكبير تي 1 ناقص تي 2 في نصف قطر الدايميتر، هو مدولي 6، يبقى نص القطر 3، ده يساوي 0. طيب نحسب ديت، الاقي ديت 250 سالب 250 في 4، وهنا زائد تي 1 شيل تي 2 حط مكانها 15%، 15% من التي 1 في 3، يعني يطلع لي 85%. اودي دي هناك اللي هي 250 في 4 وقسم على 3 في 85%، اقدر اجيب التي 1. اجي الاقي التي 1 الاقيه يساوي 392.16، هو كاتبها لي بالباوند، بالباوند. ومن ثم اقدر اجيب التي 2، اجيب 15% منها تطلع لي 58.28 باوند فورس. ده اول مطلوب. ايه المطلوب الثاني؟ واللي طلع لي السبورت. طيب عشان اطلع السبورت الاحظ بقى القوه ديت اللي هي تي 1 وتي 2 ماشيه في اتجاه محور زد، يوم يظهر سبورت عند البيرنج سي والبيرنج او في اتجاه محور زد، كذلك ال 300 وال 50 في اتجاه محور واي، يوم يظهر ايضا سبورت في اتجاه محور واي عند الاو والسي. طيب عشان ما نتلخبطش قوم احنا نعمل ايه؟ نقسم، نقسم المساله اهو. اتكلم في المستوى زد اكس واتكلم في المستوى واي اكس وارسم البي اهو، هذا البي. طيب لو انت بتتكلم على الواي زد، يبقى انت بتتكلم على المحور ده وده كده، مين القوه اللي في الاتجاه دوت اللي هي تي 1 وتي 2 في اتجاه محور الزد الايه؟ الموجب. لاحظ الزد عامله كده موجب، فانا برضه هعمله اهو، مخليه زد موجب اهو لفوق، متعودين دايما نعمل لفوق، فانا عملته لفوق اهوت. مين اللي ماشي في الاتجاه دوت لفوق؟ اللي هي تي 1 زائد دي 2 ونقطه تاثير عند البي، يعني هنا، هنا التي 1 زائد التي 2، وهنا النقطه سي هي، وبعدين ادي النقطه ايه، وبعدين ادي النقطة او. انت عملت ايه دلوقتي؟ انا عوضت عن حطيت قيمة القوة او رسمت القوة اللي هي تي 1 وتي 2 اهي،
طيب مجموعهم كام؟ التي واحد والتي اتنين اللي هم دول اجمعهم على بعض، ايوه اللي هو 392.16 زائد 58.82 طلعوا لي 450 مجموعهم اهو 0.98 باوند فورس، مفيش الا قوة واحدة بس. طيب معنى كده لما انت ما تجيب مومنت حوالين الاو لازم يظهر لك رد فعل هنا كده، صح كده؟ سي في اتجاه محور زد. وبعدين لو خدت مومنت حوالين نقطة سي لازم يظهر لك مومنت كده هنا، قصدي فورس هنا، رد فعل هنا، هنا او زد. تاني كده لو خدت مومنت هنا ده يجيب كده، يبقى لازم رد الفعل اللي عندي سي يجيب عكسه. ولو خدت مومنت عشان انا برسم اهو قبل ما احسب، لو خدت مومنت عند النقطة سي ده يجيب مومنت كده، دوت لازم رد الفعل يكون عكس، يكون نازل لتحت عشان يجيب مومنت عكسه. طيب يبقى انت كده رسمت ايه؟ ردود الفعل عند او زد والسي زد. المسافات بس، المسافات قال لي دي 6 هنا 6، وبعد كده اس دي كلها قال لي هنا 8 و8 16. طيب نيجي لما اجي ارسم في اتجاه واي واكس، تعال نشوف القوة اللي في اتجاه واي اهو، ده اللي في اتجاه الواي بس اللي هي 350 عند النقطة ايه اهي 350 هنا، هي ديت القوة الخارجية اللي هي 300 زائد 50، والمسافة قال لي هنا في 8 اهيت، وبعد كده 8 و6 14. طيب عندك ردود فعل عند الاو وعندك ردود فعل عند السي في بيرنج، فانت لو خدت مومنت عند الاو ده بيلف كده، يبقى لازم دوت مش ممكن يكون لفوق، لا لازم يكون لتحت عشان يجيب مومنت عكسه اهو، يبقى انا ارسمه لتحت كده واسميه سي واي. برضه لو خدت مومنت هنا ده يلف كده، يبقى لازم تكون ده نازل لتحت واسميه او واي. ردود الفعل اللي انت قايل عليها دهيت بقى نجيبها الاول، من ردود الفعل ديت هقدر ارسم التشيء واقدر ارسم المومنت في نفس المستويات دي، يعني الخط ده اكمله كده لسه معايا. تضاريب، ايوه بس لو توضح لي 350 شلون المومنت ده على اليمين واليسار، هذا وش هو السهم حاضر اللي ماشي. ال 350 جت من القوتين دول، ال 300 ديت، استنى، ال 300 ديت وال 50 دي طالعين لفوق. قمت انا رسمت اتجاههم اهو مجموعهم، انا بجمع القوتين وتي واحد وتي اتنين جمعتهم وحطيتهم هنا، ده اللي هو في المستوى بتاع اكس او زد اكس. انما لما اتنقلت الاكس واي لقيت ال 300 وال 50 لفوق، رسمتها لفوق. بعد كده عندي ردين فعل، ردين فعل فين؟ عند السي وعند الاو. انت بتتكلم دلوقتي عن المستوى اللي هو الاكس واي، دي طالعه لفوق، ارسم ده ازاي؟ فانا بتخيل اهو لو انا خدت مومنت حوالين الاو، ال 350 تجيب مومنت كده حواليه، ديت عكس عقارب الساعه، يبقى رد الفعل ده لازم يجيب مع عقارب الساعه، مش معقول اخليه لفوق كده، هيبقى نفس اتجاه الدوران او نفس اتجاه المومنت بتاع ال 350، لا عشان يبقى فيه سبورت لازم يكون نازل القوه اللي نازله فين؟ لتحت كده عشان تجيب مومنت عكسها كده. نفس الحكايه، انت عملت ايه؟ قلت له تعالى اللي عند الاو ارسمه ازاي؟ اللي عند الاو اهو ارسم المومنت ازاي؟ ارسم القوه اللي عند الاو واي، شلت دي كده اهو، فانا بقول اخد مومنت عند النقطه سي ديت مش هيبقى لها مومنت، 350 تجيب مومنت كده مع عقارب الساعه، الاو واي عشان يجيب مومنت عكس عقارب الساعه لازم يكون لتحت عشان يجيب مومنت كده، عشان كده رسمته فين؟ لتحت. يبقى قبل ما ارسم اهو او قبل ما احسب عرفت الاتجاه الصحيح عشان ما ارجعش تاني احسب وارجع اغير الاتجاه. طيب نرجع بقى نجيب بقى ردود الفعل دي. طيب اهو لو انا بتكلم هنا اهو في اللي هو الزد اكس، هاخد مومنت اهوت حوالين الاو واللي يمشي كده موجب، ال 450 دي تجيب مومنت كده بالموجب اهو 450 0 9 8 في المسافه كلها 16، انما السي زد يجيب بالسالب، سي زد
سي يعني، واتجاه زد يجي لك في المسافة كلها اللي هي 16 زائد 6 اللي هو 22. يبقى السي زد اقدر احسبها. اودي دول الجهة التانية واقسم على 22 عليه يطلع لي 3 2 7 9 9 باوند فورس. اطبق اف واي اقدر اجيب الايه الاو زد اهو، اكتب هنا اف زد يساوي صفر اللي طالع فوق موجب، الاو زد نازله لتحت، تي 1 زائد تي 2 فوق 9 8 ده نازل لتحت اللي هو السي زد، يبقى سالب 3 2 7 9 9. اودي الاو زد الجهه الثانيه الاقي الاو زد يطلع لي 122 9 9 باوند فورس. اكمل عند الايه الواي اكس، هاخد مومنت حوالين نقطه او، ال 350 تجيب مومنت عكس عقارب الساعه يعني موجب في 8، السي واي يجيب بالسالب في 22. اقدر اجي اودي السي واي الجهه الثانيه واخد 350 في 8 قسمة 22 الاقي يطلع لي 127.27 باوند فورس. اجي اطبق اف واي بقى هنا بيساوي صفر طالع فوق موجب، الاو واي نازل لتحت 350 لفوق نازل تحت السي واي، انقل الاو واي الجهه الثانيه الاقي الاو واي يطلع لي 22.273 باوند فورس. اجي اقسم التشير فورس واخدك في المستويين طبقا للسبوت اللي انت طلعته ده، يعني خليه معايا هنا في الرسمه. ايوه طلع حاجه بسيطه كده كده كمان شوي نرسم بقى كده اهو. هذا محور اكس وده المحور بتاع الزد اللي هو اللي هنحط هنا في، والنقاط ادي او. اول حاجه الاو زد هو نازل تحت السوريين. ها اللي هو الاو واي مو المفروض بتكون في الصالب؟ طيب انت هتودي دي هناك، دي 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 دي, ايوه دي, 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 دي انا كاتب هنا 350 مش 30 350 كده. طيب نيجي نرسم بقى الاو زد ده نازل لتحت، نازل لتحت يبتدي الاول بالسالب يفضل سالب لحد سالب كام الاول؟ سالب 1 2 2 9 9 يفضل سالب القيمه دي لحد ما يقابل التي 1 زائد تي 2. اطلع فوق شويه اهوت، التي 1 والتي 2 قيمته كام؟ اللي هي 450.98 ده قيمته بالموجب. طيب ينجمع معاه مع السالب اللي هي سالب 1122، فينجمع معاه احنا قلنا 450.98 سالب 122.99 اللي يطلع لي 327 يبقى موجب 327.99. اجي الاقيه اهو نفس السي زد اللي هو نازل معاه يتقابل معاه يقفل للايه؟ للصفر، وهذا النقطه سي وهنا النقطه كانت ايه. طيب نفس الرسمه ديت اجي اشوف رسمه اللي تشير فورس في الواي زد ديت اهي، خليها تحت شويه ماشي خليها مش مشكله اهو. هنا الفي وهنا برضك الاكس، الاو زد الاو واي نازل لتحت اللي هو قيمته 222 اهو، يفضل ثابت سالب 22273 لحد ما يقابل ال 350. فين ال 350؟ اهي، يبقى اخد 350 بالموجب سالب 222.73
عليه يطلع لي موجب 127.27، يعني يطلع لي كده هنا 127.127، ويفضل ثابت ثابت لحد ما يقابل السي واي اللي هو قيمته بالسالب لانه نازل لتحت، يقوم يقفل كده. طيب احنا عايزين الاحداثيات اللي هي بتاع البيم هنا، ايوه، عشان ما نيجي نطلع انا 8 و14. طيب و8 و14، قبل 8 و14 كمان، 8 و14 يبقى عندي 8 النقطة ايه، وبعدين ال 14 النقطة بي. طيب ننزل هنا كده ايه وبي، يعني هنا هنا النقطة ايه وهنا النقطة بي، كانت هنا 8 وبعد كده هنا 14، وهنا آخر حاجة اللي هي النقطة سي. طيب هنا أنا كاتب هنا ديت، دي مش ديت مش بي، أموال هنا كان النقطة أو وهنا النقطة بي، هنا النقطة إيه يا أخي، هنا إيه اللي هي البولي إيه، وبعدين بعد 8 بالظبط قام جاي هنا النقطة بي، المسافة دي 8، وبعدين اللي بعدها ديت 6 كده. طيب هنا النقطة ايه اللي هي هنا في 8 كده، وبعدين مشينا كمان 8، طيب عشان يبقى منتصف بالظبط، تمام كده نص المسافة هنا كده، هنا كانت ايه وهنا النقطة بي، هنا 6 وهنا 8 وهنا 8 كده، كويس. هنعرف ليه السبب دلوقتي لما نيجي عشان نطلع اللي هو الماكسيمم مومنت، ماكسيمم بيندنج مومنت. طيب من الرسمه ديت نكمل برضه اهو، عايزين نطلع رسمه البيندنج مومنت، تمام اهو، هذا محور اكس وهنا البيندنج مومنت، هنا شايف ان هنا في سالب اهو، ده عمال هيزيد بانتظام خط مستقيم لحد ما يوصل للنقطة بي، هذا النقطة بي يزيد بانتظام كده. طب احداث النقطة ديت كام او قيمتها كام؟ الطول ده كله 8 اضربه في الارتفاع ده، يعني 8 و 8 16، 16 في سالب 122.99، لما اجي احسبه الاقيه يطلع لي سالب 1 9 6 7 8 4، دي عند النقطة ميم بي، وبعدين أجمع معاه تاني الجزء الموجب ده لازم يقفل للصفر. طيب الرقم ده أنت طلعته سالب 1 9 6 7.84، هيبقى زائد عندي 6، أجمع معاه 6 ضرب 327.99، قفل للصفر تقريبا، قفل للصفر كده اللي عند النقطة سي كده. طيب لو جينا رسمنا برضو المومنت الجهه الثانيه اهو، هنا البندنج مومنت وهنا محور اكس، الجزء الاولاني دوت اهو ده سالب هيزيد بانتظام، يزيد بانتظام لحد النقطه ايه، اخد 8 في سالب 227 اهو، هذا النقطه ايه سالب 222.73 ضرب 8، لما ضربته دوت لقيته طلع لي سالب 1 7 8 1 8 4، المفروض الجزء الموجب ده يضعفه بانتظام لحد ما يقفل للصفر كده. هتأكد برضك سالب 178.84 زائد 14 في 127.27، تاني كده سالب 1 7 8 1.84، بنجمع معاه 14 في 127.27 تقريبا برضو يقفل للصفر. طيب دلوقتي انا عندي هنا عند النقطه ايه في مشكله، قيمه ماكسيمم وعند النقطه بي، طب نعمل ايه؟ احنا قلنا لازم تكون في نقطه واحده هحسب عندها. طيب هنعمل ايه؟ نيجي عند النقطه ايه اشوف قيمتها كام، اهي هنا، وعند النقطة بي أشوف هنا قيمتها كام.
طيب هتجيبها ازاي؟ المومنت عند النقطة ايه؟ باخد 8 في الطول ده اقدر اجيبها، يعني قيمة القيمة ديت اهو سالب 122 تسعة تسعة في 8، هحسبها لا تطلع لي سالب 9 8 3 9 2. طب عند النقطة بي هتجيبها ازاي؟ كانت القيمة ديت سالب 1 7 8 1 8 4، هينجمع معاها 8 في 127، 8 في 127 2 7، اجل هي تطلع كام؟ اجل هي تطلع لي سالب 7 6 4 2 4. يبقى القيمة دي بتاعت بي والقيمة دي بتاعت ايه؟ ال ايه. طيب هنيجي نعمل ايه هنا؟ هي النقطة بي، نيجي نجيب المحصلة، ما ده في مستوى وده في مستوى، تجيب المحصلة ازاي؟ قال لي ما هو لما يبقى عندك السكشن او الكروس سكشن بتاع البي دائري، اللي قلناها خالص في اول حصة خالص، وعندك مومنت كده وفي مومنت تاني كده، يعني واحد في مستوى والتاني في مستوى تاني، فانت بتجيب المحصلة. ايوه باخد البندنج مومنت اللي في اكس تربيع، البندنج مومنت بتاع الاكس تربيع زائد البندنج مومنت بتاع الواي تربيع، واجيب الجذر عشان اقدر اجيب المحصلة. فدي نفس الحكاية، انا اطلع البندنج مومنت اللي عند الايه المحصلة واللي عند البي، يعني انت هتجيب كده اهو المومنت بتاع الاي هذا قيمه وهذا قيمه، دي في مستوى ودي في مستوى تاني، اقوم اخد الجذر التربيعي عندك انت 100 1781 8 4، انا سحبت على السالب لان هنا في تربيعيات، زائد هنا 9 8 3 برضك لو حطيت السالب مش مشكله لان في تربيع اهو مش مشكله خالص، الاقي يطلع لي قيمته 20 3 5 بوينت 4 4، ده باوند فورس في انش. نفس الحكايه اجيب الايه البندنج مود عندي بي، الجذر التربيع عندك هنا سالب 6 7 4 2 4 تربيع، زائد اللي عند البي هنا سالب 1 9 6 7 8 4 تربيع. لما جينا حسبناه طلع لي 2 1 1 1 0 3، اكبر قيمه طلعت عند النقطه بي، يبقى دي اللي انا هحسب عندها. هتحسب عندها ايه؟ البندنج ستريس اللي هو اللي طالبه، ما هو بيجي يقول لي كده في راس السؤال، يطلع لي راس السؤال كمان فوق اهو كمان شويه هنا. احنا انا اتغزمنا في مستويين لان هو قال لما تلاقي في قوه في مستوى وفي قوه في مستوى تاني ارسم مستويين، وبعد كده بيقول لي هو عند الماكسيمم بندنج ستريس، عرفناه خلاص اللي هو عند النقطه بي، طلع لي البندنج ستريس والتورشن ستريس. طيب يبقى انا عرفت اللي عند النقطة بي أكبر قيمة هي، يبقى أنا هحسب عندي دي، ده البندنج اللي أنا هحسبه. طيب لو جينا شفنا الكروس سيكشن الدايمتر كاتبه واحد، يبقى أنا هنزل هنا أهوت، يبقى أنت بتحسب عند النقطة بي، يبقى أقول له آد السيكشن بي، آد البي، بنيجي نلاقي إن السيجما ماكسيموم ام بي في الار على الاي اللي هو باي على 4 اس 4، البندنج هاخد 2 1 1 0 3 باي على 4 نص القطر، هو مديني الدايمتر 1 يبقى نص القطر نص انش اس 3. نحسب ديت اجي الاقي يطلع لي قيمته 21 ونص في 10 اس 3 باوند بي اس اي بي سكوير انش تربيع، اشيل اوس 3 ديت واخليها كي بي اس اي، هو دايما بيخليها بي اليونت بتاع السيستم انترناشونال كي بي اس اي. طيب عايزين نجيب كمان التورك التشير فورس، اجي اشوف عند النقطه بي في تورك ولا لا، ده كان في بولي اصلا اهي عند النقطه بي في بولي اهي، فالتورك بيبدي من هنا وبعدين يقفل هنا كده. طيب قيمة التورك اهو 250 في 4، طيب يعني رسمة التورك لو جينا رسمناها تاني اهوت كان عند النقطة A وبيقفل عند النقطة B، ده دايما مخليه موجب، مفيش مشكلة،
وقيمة التورك اللي هو الماكسيمم كان 250 في 4، ده باوند فورس في انش. إذا التشيء عند النقطة بي كنت باخد التي في السي على الجي، نعوض التورك 250 في 4 يعني 1000، السي خليناها اخ اللي هي بنص، ودي باي على الاثنين في نص اس 4. نحسب ديت هيطلع لي قيمة اللي تشي، طلع 5.09 تي بي اس اي. كده انا عندي النقطة، اي نقطة عند النقطة، اي نقطة في الكروس سيكشن اللي عندي بي في بيندنج، في بيندنج ستريس واحد وشير واحد برضه. فانت رسمت اهوت هنا في واحد وفي كده شير ستريس، اطلع البرنسبل نفس الحكايه بقى زي المساله اللي فاتت بالظبط، اطلع له سيجما واحد واثنين، انا ما عنديش الا ستريس واحد اللي هو 21 زائد صفر على الاثنين زائد او ناقص، اخد ال 21 ناقص الصفر على الاثنين تربيع زائد اللي تشير القيمه دي التربيع، اخد برضو قيمه الجذر مره موجب ومره سالب، اجي الاقي سيجما واحد ياخد القيمه ديت كي بي اس اي، وسيجما اتنين سالب واحد 14 كي بي اس اي، واللي تشير ماكسيمم اكبر قيمه خالص اللي هو قيمه الجذر الاقي قيمته 119 11.9 كي بي اس اي اللي هو القيمه دي. طيب فاضل لنا المسألة ديت، إيه الجديد اللي فيها؟ الجديد اللي فيها أنا شايف هنا ديت ال 300 دي اللي هي 71، وهنا 45. ال 300 هو الكبير، يبقى اتجاه الدوران كده عكس عقارب الساعة، من الكبير للصغير عكس عقارب الساعة، يبقى لازم دوت يكون مع عقارب الساعة أهو، يبقى في اتجاه ال تي 1 هو الكبير هو الطايد، والتي 2 هو اللوز لانه عكسه، التي 1 هو الاكبر من تي 2. هو بيقول لي ان التي 2 اللي هو اللوز بيكون 15% تي 1. طيب نفس المساله اللي فاتت بالظبط، هنا هيبقى في زد اهو، قوتين اهو في اتجاه محور زد، انما ال 300 وال 45 محصلتهم 345 اتجاههم اهو هتتحلل، واحده كده واحدة كده، يبقى في قوة في اتجاه محور واي اللي هي 345 ساين 45 للمحلل باتجاه الزاوية دي، لأن الاتنين القوتين اتجاههم واحد متوازيين، ويبقى هنا 345 كوساين 45، يبقى أنت عندك في قوة كده في اتجاه محور زد النيجاتيف يقابلها هنا بوزيتيف، واحدة في اتجاه الواي، يبقى هو جديد بس اللي انت ايه تحلل بس دي. كويس. طيب تعالى يلا نطلع قيمة التي واحد والتي اتنين اللي هو اول مطلوب. احنا عرفنا التي تو اللي بتساوي 15%، او اللي هو تعالى ناخد الطرق اهوت حوالين محور اكس واللي يمشي كده موجب، من الكبير 300 اكتب 300 ناقص 45 في نص القطر بتاع البولي اللي هو مدالي الدايمتر 250، يبقى نص القطر 125، ده ماشي عكس عقارب الساعة موجب، يبقى هنا ناقص، وحط هنا تي 1 ناقص تي 2، الدايمتر هنا 300 يبقى اضرب في نص القطر اللي هو 150، اقدر اطلع تي 1 اشيل تي 2، اشيل تي 2 اعوض مكانها عن تي 1، يعني احط هنا سالب، احط هنا تي 1 ماينس 15% تي 1 في 150. كويس. دي لما اجي اضربها في بعض هتلاقي يطلع لي 300 ناقص 45 في 125
هنا يطلع لي 3 1 8 7 5، اوديهم الجهة التانية يبقى تي 1 3 1 8 7 5 قسمة 85% في 150، ألا تي 1 يطلع لي 250 القوة اللي عندك بالنيوتن أهيت. يبقى أقدر أطلع تي 2 أخد 15% منها، لا يطلع لي 37.5. كده طلعنا التي 1 والتي 2. الفكرة بقى اللي احنا حللناها ديت، اهو جاي واسمها هنا تاني هنا اهوت اهو كده، عشان اجي اقسم بقى الشافت ده تاني. عندك انت هنا محور اكس، تعال نخليه مايل شوية كده، هذا محور اكس وهنا محور زد وهذا محور واي. قلنا عندي قوتين في اللي هي تي 1 والتي 2 اللي عندي بي هنا النقطة سي، عند النقطة سي هنا مدي مسافة، ايوه مدي مسافة كام؟ 150. يعني هنا كده دوما تي 1 زائد تي 2 ينجمعوا مع بعض اللي هو 250 زائد 37.5 يطلع لي 287.5 نيوتن. المسافة ديت 150 ملي. وبعدين احنا قلنا القوتين دول بيتحللوا في واحدة كده، واحدة لفوق اللي في اتجاه، احنا قلنا مجموعهم اللي هو 345 كوزاين و 345 ساين. 345 كوزاين 45 هيطلع لي هنا اهوت 2 4 3.951 نيوتن، والتانية زيها لأن الساين زي الكوزاين. الأبعاد مديني هنا الطول 400 و300. طيب هنا كاتب هنا 400 مللي وهنا 300 مللي وهنا النقطة ايه وهنا النقطة او. طيب نيجي بقى نفصل القوات هنا كده، ما نيجي نفصل كده، هذا محور اكس احنا قلنا ده زد وده واي، لو كلمنا قلنا ده زد. استاذ وليد، ايوه مش مفروض نضرب اللي هو التورك في الار النصف القطر؟ ايوه. طب ما انا عملت كده، ما ضرب اطلع لك قدام فوق، استنى اهو اهو هنا خدت التي 1 ناقص تي 2 هنا الدايميتر 300 نص وقطر 150. تمام ماشي. والثانيه 300 كان هنا القطر 250 ضربت في 125، ده الدايمتر بتاع الشافت 20. نبتدي بقى نفصل. لو انا خليت دوت محور واي، محور واي مفيش الا القوه دي اللي عندي ايه؟ اهي كده اللي هي 243.951 وهنا 300 مللي وهنا النقطه ايه؟ انت عندك عند النقطه سي في بيرنج وعند النقطه او في بيرنج، ف الاتجاه بتاعها هنا لازم هيكون لتحت. ليه؟ بقول لو خدت مومنت عند النقطة O ده هيجيب مومنت كده، يبقى التاني لازم يكون عكسه، يبقى هنا في سي واي. كذلك لو خدت مومنت عند النقطة ديت ده هيجيب مومنت كده، يبقى دوت لازم يكون لتحت كده، يبقى هنا في O واي. دول مجاهيل عايزين نجيبها. الأبعاد قلنا 300 والتانية 150، يبقى المسافة دي كلها 550 مليمتر. طيب لو جينا شفنا في اتجاه محور زد، انا مخلي ده الموجه ماشي، عند الاتجاه الموجه اهو عند النقطه ديت اللي هي النقطه بي، عند النقطه بي كان اتجاه الموجه، بيبقى ارسم واحد لفوق اهو اللي هو 2 8 7 اللي هو تي 1 زائد تي 2، والمسافه دي 150 مللي. مفيش قوه ثانيه، لا في واحده اهي في الاتجاه السالب بتاع زد اهو،
انزل تحت اهو، اللي هي 2 4 3 9 5 1 اللي عنده النقطة ايه. المسافات هنا 400 مللي وهنا 300 مللي. عندي ردود فعل عند السي وعند الاو، اتجاههم ازاي؟ هاجي اشوف اهوت. لو انا خدت مومنت هنا، ده المومنت بتاع القوة ديت صغير ليه؟ هي 243 والمسافة صغيرة. شوف ديت دي اكبر منها ومسافتها كبيرة، يبقى انت عايز واحدة مع الضعيفة دي هنا كده تيجي مومنت في نفس الاتجاه، يبقى هنا اكتب سي 6. طبعا الاتنين دول لو انت خدت مومنت هنا هتلاقي برضو ده كبير، يبقى انت عايز واحدة فوق هنا كده ديت اللي هي او زد، يبقى انت عايز تجيب ردود الفعل دي. بعد كده ترسم التشير فورس والمومنت دايجرام، والمومنت برضه هتلاقي عندك قيمتين عند اكتر من نقطه فهتجيب المحصله. طيب نبتدي ب اللي هي الاكس واي دي. لو انا خدت هنا مومنت اهو حوالين نقطه او اللي يمشي كده موجة، أجي ألاقي ال 243 9 5 1 مضروبة في 300، دي بتدي بالسالب، بتدي بالموجب، والسي واي ده اللي بالسالب اللي هو أنت بتجيبها حوالين نقطة أو، يبقى هاخد 550 زائد 300 يبقى 850 سي واي. أقدر أجيب السي واي، السي واي ألاقي يطلع لي 86.1 نيوتن. اطبق اف واي يساوي صفر وتطلع فوق موجه، الاو واي نازل لتحت طالع فوق 2 4 3 9 5 1. سعيد السي واي ليه لتحت؟ تكون اتجاهها انا رسمته لتحت لان خدت مومنت حوالين نقطه او، ده يجيب مومنت كده كويس تمام. عكس عقارب الساعه، فانت لازم تجيب عكسه يعني مع عقارب الساعه، فلازم يكون السي واي نازل لتحت يجيب مومنت كده. طيب طلعنا احنا القيمه ديت، عوضنا هنا السي واي، يبقى الاو واي يوديها الجهه الثانيه. اجي الاقي الاو واي يطلع لي 157 8 5 نيوتن. اجي نفس الحكايه هنا، لو انا خدت هنا مومنت حوالين نقطه او، عندك هنا بقى اول واحد ده يجيب سالب 2 4 3 9 5 1 في المسافه 300، ويجي لي دوت موجة 2 8 7 5 في المسافة اللي هي 700، ويجي لي السي زد سالب 850 سي زد يساوي صفر. أقدر أجيب السي زد كده ألاقي قيمته يطلع 150.664 نيوتن. اطبق اف زد يساوي صفر، الاو زد طالع لفوق ناقص 2 4 3 9 5 1 ناقص 2 8 7 بوينت، السي زد ناقص 150 6 6 4، كل ده بيساوي صفر. اقدر اجيب الاو زد الاقي قيمته تطلع 107. الاو زد ده نازل تحت، ده طالع لفوق موجة، ده موجة عليه يطلع لي 107.16 نيوتن. عشان لو قطع السيشن ابعت لك واحد تاني. طيب نيجي بقى من دوت نرسم المومنت دايك هو. طيب ناخده في الصفحة التانية اهو كده. أحط البيانات تاني أهو، كان هنا الواي وهنا الزد